العاجون. والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. اذكروا موتاكم يا إخواني في هذا اليوم وترحموا عليهم وخصوا ذوي الحقوق منكم والمنسيين من شيعة آل محمد، فإليهم رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم وأمن من لجأ إليكم. وجهت سلامي إليك يا مولاي يا أبا عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر تسليمي عليك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سعادتي، فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لقد مني الهادي على ظلم جعفر، لقد مني الهادي على ظلم جعفر، لقد مني الهادي على ظلم جعفر بمعتمد في الجوره والجرى وإمي، أتاحت له غدرا يدا متوكل ومعتمد في الظلم غاش وغاشم، أشخص رغما عن مدينة جده
إلى الرجس إشخاص المعادل مخاصمي وعاش بسامر وعشرين حجة وعاش بسامراء عشرين حجة يجرع من أعداه سما أراقمي بنفسي مسجونا غريبا مشاهدا ضريحا له شقته أيدي الغواشم بنفسي مسموما قضى وهو نازح يجرع من أعداءه جم المهاظم فهل علم الهادي إلى الدين والهدى بما لقي الهادي ابنه من مظالمه وهل علم المولى علي يا علي يا علي يا علي وهل علم المولى علي قضى ابنه علي له بعد هتك محارمي وهل علمت بنت النبي محمد رمتها العادي في ابنها بالقواصم نصب يا زهر لابنك الهادي عزية مسموم يا زهرة ترى ضاق المني ليتك يا زهر اليوم حالة تنظرين فوق الفرش نايم وهو يجذب ولينا وأولاد يا زهر عن شماله ويمينا وانا يطوح وجور وانا خفي ليتش نظرتين الإمام العسكري نوح الدمع من عينه يم حسين مسفوح ويصيح يا ابويا يا ريت مني راحة الروح بعدك يا ابويا مظلمة يا الدنيا علي ولا البتولة تصيح ادري بالجرى وصار كل ما على ولادي يصير تجيني اخبار وقلبي يشيع من المصايب يشتعل نار وليلي عون واصيح بنهاري والعشي وما ادري يشيع علي مصيبة في الدمعي لابجي الغصب حقي لو ابجي الكسور والعين لا بن يا خلق الله على المسموم أنعي وناب على اللي ذبحوا في الغابر جملات مصايبهم عظيمة في التلسخو مسموم هذا وذاك ضايع وسط البر وعظام مصايبهم مصيبة يوم
احسن داست فوق صدر الاعوج ولا ولا ومنهم بسامراء ومنهم في خراسان ومنهم برض طيمة ومنهم برض كوف وعظام علي مصيبة المذبوح أعظم مصايبنا علينا الذبحة تحصل ولا ولا ما حطيت فاتحة يا أم حسين اليوم قالت حطيت الأولاد عزية وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير وابجي على أولادي ذبايح يوم كل المصايب هونتها مصيبة وليد لكن يا زهرة قومي هاليوم يا المحزون شوفي عزيزك مرمي والسم غير ما مات منهم ميت في الدنيا موتة عين إلا بسمو هذا مرمي ولا حد شاء الملا عند بيت يجرح القلب يأذيه يقول انشدك والشهيد حسين منه الشال جثمان ومنه نزله قبره ومنه فصله اجفاني وزينب وقفت تنخي لاخوها تريد دفانه ولن الخيل يا ويلي على صدره تجي وتروح انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إمامنا العاشر من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هو صاحب هذا اليوم علي بن محمد الهادي التقي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولد إمامنا عليه السلام في غرة شهر رجب في منطقة يقال لها صريا وكان ذلك في سنة 214 للهجرة وامتد به العمر إلى 40 ربيعا ففارق الحياة وهو لا زال في طور الشباب في سنة 254 للهجرة وعمره الشريف لم يتجاوز 40 سنة. عانى في هذه السنوات الأمرين ولاقى من حكام الجور ما قرح فؤاده وأدمى قلبه فقد أيتم من والده وهو لا زال في دور الصبا ففقد أباه وعمره الشريف 7 سنوات وكان أبوه الإمام الجواد قد فارق الحياة مسموما
وقضى نحبه غيلة وعمره الشريف 25 سنة بعيدا عن أهله مغربا عن عشيرته. ومنها تصدى الإمام الهادي عليه السلام لمهام الإمامة ووظائف الخلافة، وهذه المهمة يا إخواني ليست بالمهمة الهينة، فإلى الآن مهام الإمامة مجهولة في أذهان الكثيرين حتى من أبناء الطائفة الشيعية، فالذي عنده حصيلة من العلم والمعرفة يتصور بأن الإمام بمجرد أن ينصب إماما وخليفة فإنه يجلس على كرسي الإفتاء ليجيب على مسائل الحلال والحرام ويتحدث عن قضايا التفسير والشؤون العقائدية والدينية فحسب، ولعل الذي عنده مخزون ولائي يظن بأن الإمام عليه السلام متعه الله تبارك وتعالى بالكرامات والأمور الإعجازية الخارقة، فوظيفته أن يتلقى أصحاب العاهات وأصحاب الأمراض ليمسح على هذا ويدعو لذاك فيشفى الناس ببركة قدومهم إلى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ومع الأسف فإن الكثيرين حتى منا يعني من أبناء هذه الطائفة تنحصر معرفته بالإمام على هذا المستوى، والحال أن الإمام أي إمام أو أي إمام يوكل الله تبارك وتعالى إليه وظائف الكون بأسره، فهو الخليفة على الكون ويشمل الكون السماوات والأراضين والبشر فضلا عن الجن والملائكة والحيوانات والطيور، فكل هذا الكون هو محتاج ومفتقر إلى المعصوم لأنه هو رحمة الله المرسلة، وقد جعله الله تبارك وتعالى مفتاحا للوصول إلى استقرار وقرار الكون برمته. وهذا ما أكدت عليه الروايات المتضافرة، منها أن الله تبارك وتعالى ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا شمسا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري ولا فلكا يدور إلا في محبة هؤلاء الخمسة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فهذا الكون يا إخواني موكول أمره إلى الإمام المعصوم، فتصور معي أن الإمام الهادي عليه السلام وهو لا زال ابن الربيع السابع وإذا بهذه المهام وهذه الوظائف كلها تنصب على عاتقه الشريف. اليوم لو تجيب الدول تجيب الحكومات تجيب السلاطين وتقول لهم أنتوا يا دول ويا حكومات ويا رؤساء الدول ومنظمات اجتهدوا على إيقاف الجريمة، نريد ساعة ما نقول يوم ولا نقول سنة نقول ساعة فقط، ساعة ساعة تتوقف الجريمة عن الكرة الأرضية برمتها، هل تستطيعون؟ هذا عندكم العساكر وعدكم الشرطات وعدكم القوة وعدكم الجنود المجندة، وظفوا أنفسكم على إيقاف الجريمة في وقت من الأوقات، ساعة ولا دقيقة يستطيع بمقدورهم أن يشرعوا ويسنوا الأنظمة والقوانين، لكن هل عندهم قدرة على أن يمنعوا شخصا من أن يرتكب جريمة ولو في الخلاء؟ أبدا. بينما المعصوم بسط الله يده وأعطاه الملك إلى أن يطلع على الكون برمته، فلا يوجد محتاج ولا يوجد صاحب حاجة وصاحب افتقار إلا والمعصوم يدري عنه ويعلم عنه، ولهذا فإن كل هذا الكون هو محفوظ بوجود المعصوم. ومنها ورد الحديث لولا الحجة لساخت الأرض بأهله. فالإمام الهادي 7 سنوات كل هذه المسؤوليات وقعت على عاتقه، مسؤول عن كل الكون، إلا أنه قام بها على أكمل وجه.
وقد اصطدم في بداية حياته بعدة من المعوقات وبمجموعة من العراقيل التي أنشأها بنو العباس من أجل تعطيل دور الإمامة، إلا أن الإمام عليه السلام وبتوفيق من الله استطاع أن يتغلب عليها برمتها. ومنها أي من أدوار الإمام الدور العقائدي، الإمام مسؤول عن الأمة ووظيفته أن يرعى الأمة خير رعاية، وظيفته أن يرقب أي شبهة وأي خلل يأتي في عقائد الناس، فيكون الإمام بمثابة صمام الأمان الذي يدفع عن الأمة أي ضرر. ومن هنا قام الإمام بمجموعة من الأدوار أمر عليها سريعا في هذه الدقائق اليسيرة المعدودة. قد ورد في الأخبار أن الأهواز دخلتها بعض الأفكار الهدامة، فجاء من مجموعة من أصحاب المذاهب كالأشاعرة والمجبرة وأخذوا يلعبون في عقول الناس وفي معتقداتهم، فبثوا الأفكار المسمومة، ومنها أن الله تبارك وتعالى قد أجبر عباده على الأعمال. فلو شخص مثلا يلزم لواحد في الطريق ويذبحه ويجون يسألونه يا معود ليش ذابح فلان في الطريق، يقول ترى أنا مو بكيفي الله جابرني. شلون الله جابرك؟ يقول إيه، قول بعد الله ما يقدر، إيش جاب قدرة رب العالمين في الجابر. زين، البعض الآخر مفوضة بين جبر وبين تفويض. شنو تفويض؟ يعني فوض لهم يصنع ما يصنع ثم يقول أن الله سوف يرحمني. وهكذا صاروا يلعبون في عقائد الناس، ففزع مجموعة من العلماء إلى الإمام الهادي صلوات الله عليه يعني، وعرضوا إليه أو عليه حوائجهم وأنهم في حاجة إلى غذاء عقائدي يصون عقيدة الناس. فقام الإمام سلام الله عليه بتدوين دستور ورسالة خاصة في الشؤون العقائدية التي توضح لهم صفات الله جل وعلا وتذكر لهم خصائص النبوة والإمامة، وكل ذلك مستند إلى القرآن وإلى السنة وإلى أخبار أهل البيت، وأرسلها إلى أهل الأهواز وقال علموا أنفسكم وعلموا أولادكم على هذا. وهذا يا إخواني إلا إحنا بحاجة إلى حتى اليوم احنا بحاجة الى واحد يصون عقائدنا من الوقوع في الخطأ. انت تدري اليوم الان كم شبهة موجودة وكم فتنة موجودة، والخوف يا اخواني ان يأتي الوقت التي تصل فيه هذه الشبهات الى بلادنا البحرين، لانها قد اخترقت مجموعة من بلدان الشيعة ولا سيما العراق. يطلع لهم واحد مشوش العقل ولعله مدفوع الاجر ويزعم بأنه يلتقي بالإمام الحجة وأنه وكيل الله وصهر الله وأن دور المراجع قد انتهى ودور المرجعية قد تجمد وأن الذي يريد الدين لا بد أن يأتي إليه فلا يصح الدين ممن سواه. وصارت إلهم هالفتنة المشتعلة في العراق، استطاعوا أن يقضوا على بعضها فانبثوا في بلدان المسلمين، ومع الأسف أصحاب هذه الأفكار الهدامة وصلوا إلى القطيف وإلى الأحساء وإلى البحرين. اليوم أكو جماعة من عدو يقول لك لا أكو لا سستاني ولا خامنئي ولا فقيه ولا ما فقيه، أكو واحد بس وهالواقع وهالواحد هذا متزوج الإمام أخته وهو يصير خال أولاد الإمام، واللي يريد يلتقي بالإمام يروح عن طريقه، وأن الدين لا يتم إلا به. ومن هالخراب ليش؟ لأن ماكو صيانة يا إخواني، ماكو صيانة إلى عقائد الناس. حتى أنا وإنتو واسمحوا لي يعني بس أقول لك هذا واقع، إحنا نربي أولادنا في نعومة أظافرهم وفي صغرهم ثم نرسلهم إلى الطريق، فتتلقاهم الأيدي دون ما مراقبة ودون ما متابعة ودون ما إشراف. لولا أن رحمنا الله تبارك وتعالى بمجموعة من العلماء الأعلام، رحم الله الماضين وأيد الله الباقين، وإلا احنا يا أخي في خبر كاف. زين،
أيضا من ضمن أدوار الإمام الهادي عليه السلام قام بعملية المتابعة، وقام بعملية الإشراف، فصار يجري الاختبارات على أصحابه وأتباعه ليتأكد من سلامة عقائدهم. فمن ضمن ما ذكروا بأن السيد عبد العظيم الحسني ورجل ذو شأن ومدفون في طهران ومقامه أجل من أن يوصف. تصور إذا دخلت إلى صحنه المقدس تجد مكتوبا عند قبره الحديث المروي عن أهل البيت عليهم السلام: من زار عبد العظيم الحسن في الري كان كمن زار الحسين في الكرب. رجل عظيم جدا يجي إلى الإمام الهادي سلام الله عليه في كل يوم يومين ثلاثة، كل فترة ينقطع، ثم يأتي للإمام ويقول له: يا ابن رسول الله دعني أعرض ديني عليك، عقيدتي. مو يقول وأنا عندي مسألة ما أعرفها، لا، المسائل اللي يعرفها الدين ماله. يقول: إيش دراني أنا، ما صارت عندي شبهة، ما صار عندي خلط، أعرض عليك ديني لتقومه. قال له: حتى انت يا عبد العظيم؟ قال له: حتى انا؟ ما انا معرض للخطا، انا مو معصوم. قال: قل يا عبد العظيم. قال: انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وقد جل عن الحد والتمثيل، فلا يحد بحد الابطال ولا بحد التمثيل، واشهد بانه هو الخالق وهو المصور، لا يعترضه عرض ولا جوهر، وأشهد أن محمدا خاتم الرسل والنبي. فلا نبي بعده إلى يوم القيامة، وشريعته خاتمة الشرائع وهي الإسلام، فلا شريعة بعد شريعته إلى يوم القيامة، وأشهد أن الإمام من بعده علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم أنت يا أبا الحسن. قال: وبعد هذا يا عبد العظيم؟ عقب منه؟ قال: لا، أعلمني. قال: بعدي ولدي الحسن بن علي، ثم من بعده ولدي الحجة بن الحسن القائم المهدي المؤمن. يخرج بعد غيبة فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. فمد عبد العظيم الحسن يده في يد الإمام وقال: سيدي أقررت بما علمتني، وأنا على هذا، وأنا أعتقد أن طاعتكم هي طاعة الله ومعصيتكم هي معصية الله، وعلى ذلك أحيا وعلى ذلك أموت. ويا ريت يا إخواني هالمشروع اللي عند الإمام نطبق احنا في حياتنا، ما بيعيب. البعض من عندنا يتحاشى يقول: الآن صار عمري 30 سنة و40 سنة و60 سنة و70 سنة، أقول له واحد يروح حوزة أو يروح مسجد: تعال علمني أو شوف قراءتي صحيحة أو لا، عيب. شي يقول عني؟ يقول: 60 سنة أنت في الماتم، بعدك ما تعرف شلون تصلي، بعدك ما تعرف شلون تقرأ الفاتحة، عيب. والحال ليس بعيب يا إخواني، لأنه هذا دليل الحرص، التعلم بهذا أمرنا أهل البيت. الإمام الصادق عليه السلام يأتي مو بأنا الجاهل اللي ما أفتهم شيء، يجيب فقهاء الشيعة، محمد ابن مسلم، مؤمن الطاق، حمران بن عيون، جميل بن دراج، زرارة وغير زرارة، ويوقفهم يقول: يلا كل واحد يصلي قدامي ركعتين. فقيه هذا، فقيه، تعرف فقيه شنو؟ فقيه يقول: صل ركعتين قدامي. فإذا صلى ويحرص على أن يؤديها على أكمل وجه أمام الإمام، الإمام سلام الله عليه يلتفت إليهم ويقول: يبلغ الرجل منكم 60 و70 ولا يحسن أن يصلي لربه ركعتين. هذول فقهاء. أنا شو أقول؟ طبعا الإمام لما يقول أنت ما تعرف تصلي ركعتين، مو معنى بأن صلاتك غير مقبولة، لا، الإمام يريد من عند الصلاة الأكمل، التامة المستحبات، التامة الأفعال.
الإمام يعلم شبيها إحنا. هذا إحنا يا عمي قول لي هذا موجود عندنا لولا هذا إحنا يجي الملا ويخلص قراية ويطلع ونقعد ساعة في الماتم على شرب الشاي وعلى السوالف ما نشوف لنا واحد يقول دخيل الله علمني قراءتي صحيحة لولا تالي نكتشف بعد فوات الأوان حجة مي عدلة صلاة مي عدلة بحاجة إلى قضاء طهارة مو عدلة فعلى أي حال هذا مشروع إمامنا علي بن محمد الهادي سلام والحديث عن الإمام حديث شيق وطويل ويحتاج إلى حلقات وإلى ليال وأيام وإن الوقت ليداهمنا وأكتفي بهذا المقدار استطاع الإمام سلام الله عليه أن يربي شيعته وأن يصنع منهم جيلا راقيا عقائديا فتنبهت دولة بني العباس إلى خطر الإمام الهادي فضيقوا عليه أيما تضيق وأخرجوه عن وطن جده وجاءوا به إلى أرض مقفرة واعرة مليئة بالمبغضين والنواصب يقال لها سر من رأى وكانت تسمى العسكر لكثرة المرتزقة فيها فجعل المتوكل الإمام بين أوساط أولئك النواصب وصار في كل يوم وليلة يقتحم عليه داره ويأتي به حاصر الرأس حافي القدمين ويوقفه بالساعتين والثلاث ويجعل بين يديه الخمرة والمسكر إذلالا للإمام وتحقيرا له فإذا هم بالانصراف أسمعه سب جده علي وجدته فاطمة حتى ضاق الإمام ذرعا وهو لا زال في بداية حياته وفي مقتبل عمره وصار كل خليفة يأتي يوصي الخليفة الذي يليه بإيذاء أهل البيت آخر وصية غير أهل البيت الوصايا مالهم في وقت الموت يوصونهم بالصلاة والصيام هذول بن العباس وصيتهم شنو لا تريحوا آل محمد لا يشوفوا من عندكم راحة فكل خليفة يأتي يصب جام غضبه على الإمام حتى جاء وقت المعتمد العباسي وقيل المعتز فما استطاع أن يبقى مع الإمام فتحين فيه الفرصة حتى دس إليه سما نقيعا في رمان أو في ماء وترك إمامنا يتقلب على فراشه وقد اخضرت ألوانه وثقل حاله وصار بدنه يرتعش بعد شباب 40 سنة لكن ما يقدر يتحرك السملة عبيه لعب وهذا اليوم هم إمامنا الهادي عليه السلام أن يقف لصلاته فأخذ الضعف من بدنه مأخذا فصار إمامنا يرتعش حتى انقلب على وجهه وصلى صلاته من جلوس وما فرغ من صلاته حتى ارتمى على فراشه وصار يقبض يمينا ويمد شمالا وقد استدعى جميع عياله ونادى على ولده الإمام العسكري فجاء وجلس عند رأسه وهو ينظر إلى أبيه وقد غارت عيناه في أم رأسه وذبلت شفاته وبينما كانوا ينظرون إلى إمامنا الهادي على تلك الحالة وإذا بالإمام قد أغمي عليه فصرخ أهله صرخة واحدة وإمام أفاق الإمام الهادي على صوت البكاء والعويل وإذا به يرى ولده الإمام العسكري وهو يمسح دموع عينه صار إمامنا الهادي يسليه ويصبره يقول يا ابن الذن لي
استمع لوصيتي عظم الله الأجر لك في مصاب وموتتي. يا ابني بوصيك بوصية لا تنوح مصيبتك، نوح للي بكربلا بالخيل رضى وجثته. واحسن يا عمي سمعني صوتك. نوح للي قطع وراس براضي كربلا وظل ثلاثة أيام مرمي من دماه مغسل جثته، ظلت رمية ولو صال مفصل وشالوا براسه وعليله والريح تلعب شيبته. ونوح يا ابن على الوديعة دخلت بمجلس يزيد وداروا بوسط السكاك ونادوا عليهم يا العبيد. وجدك السجاد يا ابني هم قيدنا بالحد وينظر بعين خواته والوديعة عمت. قام الإمام الهادي وين على الفراش قال لي يا أبويا توك تقول لي لا تبكي، أشوفك الآن أنت اللي قاعد تبكي وأنت مسموم. قال لي يا ولدي أسألك هل سمعت أن علوية دخلت مجلس والحبل في يدها؟ قال لي لا يا أبويا. قال عمتي زينب شطفوها بالأحبال. أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصناد، ما قصروا في الغاضر يا زلزل البيت عليك. نكس لراس دخول ما ينسى ذلها ووقفتها على الباب. وبينما كان يكلمهم وإذا بالإمام قد أغمي عليه أفاق وقال ولدي حسن وجهني إلى جهة القبلة. وجاه ولسانه مختلج بذكر الله ثم مد يديه وأسبل رجله وقال أهل بيتي في أمان الله وغمض عينه وأطبق فاه وأشرق النور من جبينه وفاضت روحه الشريف. اصرخ عليه غريب، اصرخ عليه ما عنده أهل. خرج الإمام العسكري شاق الجيب ذب عمامته على التراب. ابو محمد ايش صاير بي؟ قال ابويا راح، تعالوا شيلوا الجنازة وياي. واحتملوا جنازته وجاءوا به الى مثواه الاخير ونزل الجنازة بالقبور ودخل داخل الضريح. شوية طلع وهو يكفكف دموعه والتراب على راسه. اجا له واحد من العلويين قال له ابو محمد الله يعظم اجرك، الله يجبر مصابك، المفقود عزيز، بس قول لي يا ابو محمد يوم نزلت ملفوف بالكفن لو لا؟ قال اي والله كفنت ابويا بيدي. قال ما لفيت بباريا؟ قال ما يحتاج الف بباريا عنده كفن. قال قبلت ابوك لو لا؟
قال قبلت على وين؟ قال قبلت على جبينه وعلى خده. قال لي يا ابو محمد خلي النواعي لجدك زين العابدين. تنعي وياي لولا. كل ما رفع جاذب توزع جاذب وطا من حيث جسم مقطعين بطعن الارم خلى الجسد والهل ذا معوب الوجد صاع حيرتني يا ياب يا مهجة المختع وين الزلزلة يا أهل المارخ سمعني صوتك جابوا لك قطعة بارية وجمع وصار ولفع ساعة بالعمى ودلق وشار وحط وسط قبر وتخصر وين حنان شم ابن احرى والدمع بالخد نثى البيت عليك انت اللي تقرا انا قريت لك الابيات الاوليه يا بوي لا اقضي بالبكا يا عمي غيرك ما شفنا مجفني ومن عقب ما يبقى ثلاثة أيام مرمي ولا لك غير وحش البر زوح أحرق قلبك شوية حط ابوه في القبر ولا يسمع الصوت يطلع من منحر الحسين شي يصيح يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا الطفل حطه على صدري يا ابويا الطفل حطه على صدري على صدري يا ابويا وخل نحر على نحري منه اللي أمر مثل أمري اسمع هالبيت بلا راس وأولادي في قبري ما ونينا على زينب تعتب علينا أم المصايب ما نذكرها اليوم رجعوا التراب على عمامته وعلى وجهه وشافت زينب اش صاحت تقل يا علي يا ابني انشد منك فرد نشده يا ابني عادة الميت يصير على التروب خده اشلون تفنت ابوك حسين وهو راس ما عنده من وين جاي يا ابو محمد من وين هالجيه قال من كربلاء قالت هنيالك هنيالك بعينك من شفته وبيدك يا حبيبي دفنته اخواني ما سألوا يا ولدي عن خته ما سألوا عني ما قالوا ايش حالي بهالمصايب أنا طول هالوفاة هذه ما قريت هالأبيات ضمنها إلى السادة ما سألوا عني قالت ما أعتب لا على الحسين ولا على علي الأكبر أسأل على ذاك اللي دق على صدره وقال قومي يا زينب بنتين بكفالتي ضيعني وراح عني ويوم وصلت إلى قبره بس اسمع هالبيتين وأسألك الدعاء زينب تحكي عند قبر العباس شو تصيح خليني أسولف خويا خليني انت
ترى ما حكيت 40 يوم ساكتة غبنت بقلبي خليني أسولف خويا خليني أسولف لك بعد موقف مأذيني. ش عندك يا زينب؟ يا ابو فاضل اكو واحد يا ابو فاضل سطر عيني. خليني اسولف خوي خليني اسولف لك بعد موقف مأذيني. اكو واحد يا ابو فاضل سطر عيني وصارت عين اختك مثل عين امها يا اخوي. اذا انت قمت تون على حال زينب ما تريد العباس يون في القبر عليها. سمعت الونة من داخل القبر قالت اسكت يا ابو فاضل لو احكي اسولف لك يا اخوي لو بعد كافي اسولف لك اش سوى الصوت بجتافي اسولف لك يا اخويا الذاب لشفافي اسولف لك تراه والحبل والرمها. وين اللي عنده بنيه صغيره اريد احكي وياه؟ اسمع ايش قالت زينب. اسولف ضيم قلبي واحكي الامه واخاف من اسولف الطم الهامه واحد قال اريد سكينه خدامه. ترضون يا سادة ترضون. أسولف ضيم قلبي واحكي آلامة وخافا من أسولف ألطم الهامة واحد قال أريد سكينة خدامة يا ريتك يا أبو فاضل جنت يا مغا. بيت الختام وأنزل جنة زين العابدين يقول قومي عم ذبحتين عمي وهو داخل قبره. والله النوايا أعظم من العمد اللي في راسه والسهم اللي في عينه. قالت بسك وخبر أريد أقول له وأقوم عنه. إيش عندك بعد؟ قالت أسالف لك خبر عندي يا قمر عدنان أسالف يا أخويا بدخلة الديوان. ايش عندك يا زينب؟ اسالف يا خويا بدخلة الديوان خويا يزيد سب امي وضحك مروان. واعظم ما يشجي الغيور دخولها الى مجلس ما بارح اللهو والخمر. اللهم صل على محمد وآل محمد يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله. اللهم فك كل أسير.